السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة راح تكون عن لي لونغرين وما دورها في المبنى ولماذا نقوم بوضعها في المبنى. لذا ابقوا معنا إلى نهاية هذه الحلقة. طبعا الحلقة راح تكون مقسمة إلى 3 أجزاء، الجزء الأول من التمثيل ثلاثي الأبعاد لكي تفهمون جيدا، والجزء الثاني سيكون في الأوتوكاد لكي نوضح التصميم، كيف يتم تصميم للونجرين وكيف نقوم بقراءة المخططات، والجزء الثالث سيكون بحول الله عن طريقة صب للونجرين في ورشة البناء. لذا ابقوا معي إلى نهاية هذه الحلقة واشتركوا معنا في القناة لتصلكم الحلقات القادمة. إذن كما ذكرنا في بداية الحلقة، سيكون الجزء الأول عن الشرح بواسطة هذا التصميم الثلاثي الأبعاد الذي أنشأته خصيصا للحلقة، وقد تعبت كثيرا من أجل يعني إنشائه ولكي أبسط الأمور، فأرجو منكم أن يعني تدعمونا بالقليل من التشجيع لكي نواصل إن شاء الله. إذن هذه الأجسام الخرسانية أو لونغرين هي التي تشاهدونها الآن بالبني الفاتح لمن لا يعرفها، لأنه أعتقد أن هنالك بعض المتابعين الجدد والمبتدئين في هذا الميدان. الدور الأساسي أحبائي لهذه العناصر الخرسانية هو توزيع الحمولات التي تأتي مثلا من الجدران أو الأرضيات إلى يعني الأعمدة أو لزاموس بوتو، و الأمر سبوتو يوزعها مباشرة إلى الأساسات، يعني لتسهيل توزيع الحمولات وللربط أيضا أو الشيناج. هذا هو الدور الأساسي كما تشاهدون. طبعا كيف تأتي؟ هي تأتي مباشرة بعدما ننتهي من عملية صب الرقاب، ويعني تصميم المبنى لا يأتي في الواقع لا يأتي هكذا، بل سنقوم بعمل الدفان أو نقوم بوضع الرومبلي هنا ونغطي كل هذه الجهات. أنا تركتها هكذا لكي تفهموا ولكي أوضح لكم جيدا. إذن هذا هو الدور الأساسي لكي تفهموه. كيف يأتي التسليح الخاص بال هذه العناصر الخرسانية؟ هذا ما سنشاهده بعد قليل، لذا ابقوا معي. إذن الآن الجزء الثاني من حلقة اليوم. الآن نحن موجودون على برنامج الأوتوكاد، ولمبتدئين في هذا البرنامج يمكنكم العودة إلى السلسلة التي شرحنا طريقة العمل بواسطة هذا البرنامج قبل 2 سنين أعتقد. إذن هذا هو المقطع الطولي للونجرين، وهذا المقطع العرضي يعني كوب لونجيتودينال وكوب ترانسفيرسال. إذن هنا في المخطط عندما نقوم بعمل هذا المقطع سنجد لبار لونجيتودينال التي سنجد طولها هنا مثلا 12 متر، وهنا كيف نقوم بتقطيع الحديد لأن البار أو العمود من الحديد طوله 12 متر، وهنا وضعنا مثلا 85 وهنا 40. يعني ملاحظة، لست أنا ما قمت بعمل هذا التصميم. إذن التسليح يختلف حسب نوعية المبنى وحسب الدراسة، ولا يوجد تسليح عشوائي مثل ما نشاهده يعني بين قوسين، مثل ما يضع الناس يعني عقلية قال جدي وقال أبي ضع فقط عشوائيا، لكن في الحقيقة لا يوجد شيء عشوائي في البناء. إذن بالنسبة للمقطع الطولي يأتي هكذا. التسليح لكي تفهموه جيدا من هنا مثلا كوب 20-20، أين هو؟ هو هنا. نقوم بالنظر من هنا من الجهة اليسرى سنشاهد هذا المقطع. إذن لدينا هنا 3 أسياخ، قطر 14 أو طرواتي 14 في الأعلى وطرواتي 14 في الأسفل، و دوتي ديس أو 2 من قطر 10 في الوسط. ثم تأتي يعني لزيب هانجل هنا، يأتي واحد هكذا لكي يقوم بشد هذا العنصرين وواحد لشد هذا العنصرين. هنا يمكن وضع يعني دبل كادر لكي نسهل العملية، مثلا كادر كبير وكادر صغير لكي نسهل العملية. إذن وهنا يعني كادر تيويت الكادر الخارجي
يعني هذا التصميم ليس عشوائي، ولا يعني لا تقوم بأخذ هذا التصميم ووضعه مباشرة في منزلكم. فالصحيح هو أن تقوموا ب يعني استشارة مهندس مدني، وتقوموا بعمل دراسة لمنازلكم، وليس استشارة البناء. يعني بين قوسين أنا أقوم ب يعني أقدم لكم نصيحة لكي لا تقعوا في الخطأ. وهنا تجدون مثلا ليش الواحد على 20. هذا هو يعني المقطع العرضي الخاص ب لونجرين. الآن بعد ما يعني شاهدتم هذه المقاطع في الأوتوكاد، سننتقل إلى ورشة البناء لكي نشاهد عملية صب اللونجرين، و يعني أي أسئلة بخصوص هذه المرحلة أو المرحلة الأولى اتركوها في التعليقات، سأحاول أن أجيب عنها. الآن نأتي إلى المرحلة الثالثة، وهي من ورشة البناء كما تشاهدون. بعد ما ننتهي من ربط للونجرين كما تشاهدون، نقوم بوضعها بهذا الشكل، وبعد ذلك نقوم بإلقائها في مكانها يعني في الأرضية كما ستشاهدون الآن. هكذا نقوم بتجهيز للونجرين، ثم بعد ذلك نقوم بوضع تري سودي. طبعا هنا هنالك من يقوم بصب اللونجرين وحدها، ثم يأتي إلى البلاتفورم، وهنا تكون اندر فلوتونت. وهنا في هذه الحالة يعني نقوم بصب الكل مع بعض، وهنا تكون البلاتفورم انتجري أو يعني منضمة إلى اللونجرين، وهذه هي أفضل حالة. أما بالنسبة لعملية الصب كما تشاهدون الآن فهي كالآتي. الآن هذا يعني هذه الحالة هي نقوم فيها بصب هذه العناصر الخرسانية وحدها، ثم بعد ذلك نأتي إلى يعني للدال فلوتونت. يجب التركيز أثناء عملية الصب على الهزاز أو الفيبرو لكي نقوم ب يعني إخراج جميع الفقاعات أو الفراغات من الخرسانة الخاصة بنا، ولكي لا تكون هنالك أخطاء، ولكي تكون عملية الصب جيدة. كما تشاهدون هنا بالنسبة للقولبة هي يعني بالأجر، وهذه هي أفضل حالة لكي يعني تسهل علينا العملية. وأعتقد أن هذا كل شيء بالنسبة لحلقة اليوم. وهناك نقطة مهمة أريد أن أنوه لها، وهي أن هنالك سلسلة أيضا في قناتنا قمت بتسميتها دليل المهندس المدني المبتدئ في ورشة البناء، يمكنكم الرجوع إليها، ستفيدكم كثيرا بحول الله. وسأضع لكم الرابط في وصف هذا الفيديو، وإذا نسيت ذكروني. نلتقي في الحلقة المقبلة أحبائي، لا تنسوا أن تشتركوا وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد.